صوفية وثيوصوفية والمفاهيم اللي بتتنشر دلوقتي، واحنا مسؤولين عن ان احنا بنصدق اي حاجه وننقل اي حاجه واي هبد موجود. يعني ايه البدايه حصلت يا جماعه؟ لازم نجيب كل حاجه من الجذور، ما مش كلنا بنتكلم على الصوفه والخلق والنور والكريستال والكربون والبتنجان مش طب من كل دول ان في اصل صوفي حلو قوي، تعالوا قولوا لنا ايه الصوفي. مع بدايه الانسان الجديد، اول ما احنا تعدينا القرد الانسان زي ما قلت، احنا قرد خاص، لا شمبانزي ولا نيل، احنا قرد عادي من القرده العليا، تعدلنا في اكثر من ريس، جنس معين، عرق معين. الدنيا حصل فوران في الارض، هدم جميع حضارات الاوائل اللي بسميهم الاوائل، وبدات تنتقل العمليه لليونان. في صراع في الكنيسه هناك، في صراع هناك في اليونان ما بين الدين والفلسفه، اصل الفلسفه بقى في فلسفه، فلازم كان يختلق يالف يخلق حاجه جديده اسمها صوفيه. صوفيه اتكلم في رؤيات ما رؤيات واقول بقى باطني زي ما انت عايز، انا مش لاقي رد. فحتى عشان اتريق وهزر قلت احنا قاعدين نتكلم عن الناس مهووسه بالماورائيات لانها لم تدرك الماء اماميات. شوف اللي قدامك هتعرف اللي انت متغايب عنك. طب هو عايز يعمل وعاء صوفي، ايه اوسع وعاء ليه؟ هو محتاج وعاء ميتافيزيقي، محتاج وعاء، عايز وعاء واسع، ما عندوش غير وعاء الكيميتي، وعاء خيمه القديم مصر القديم، خيمه الاوضه. خد الوعاء دون وبدا يعبي فيه كل ما هو صوفي عشان يحصرك ان اللي كان موجود في مصر تدخل في اشكاليه او في خيمه الاولى دين او فلسفه. ولما تطرح السؤال تلاقي الذهن العام والوعي العام يتقسم للاثنين، اما دين واما فلسفه، مع ان حقيقته له دين ولا هو فلسفه، بس كان لازم يخلق الوعاء ده الكيميتي ويستغله ويركب عليه عشان كلنا نقع في اللي احنا واعين فيه وعايش معانا لحد دلوقتي مش عارفين احنا مين. دي نقطه بس حبيت اشير ليها بموضوع انه خلق وعاء جديد عشان يزيف حياته.